الجواري حول العضو حركة الممرضين وتقني السحاب المغرب. اليوم حركة الممرضين وتقني السحاب المغرب تخوض يعني وقفات إقليمية على مستوى الوطن تزامن مع إضراب وطني مدة 48 ساعة باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات ومصالح كوفيد وعيا منا بحساسية المصالح وكذلك بالظروف العامة التي تمر بها بلادنا في ظل هذه الجائحة. اليوم الممرض المغربي في الوقت اللي اقتطع من يعني من الوقت ديالو من وقت الراحة اللي هو محتاج فيها جا باش يعبر على الصوت ديالو كما جاء الأسبوع الماضي يوم السبت اللي طالتو ايادي القمع ديال السلطه ديال القوه العموميه في يعني في واحد الشكل اللي هو يعني مهين في واحد الشكل اللي هو يعني يضرب الجانب الحقوقي بالوطن ديالنا. هذا امر غير مقبول ونستنكره بشده وحنا يعني هذا ينضاف ايضا الى سياسه التماطم والتسييف للتناجم وزاره الصحه تجاه المطالب المشروعه للمورد المغربي. اليوم جينا كرد فعل طبيعي وخذنا هذه المحطه النضاليه التصعيديه مضطرين لها ومجبرين باش نخوضها من اجل اسماع صوتنا بالشكل اللي يعني يوازي حجم التهميش وحجم يعني التمييز الذي يطالب الممرض المغربي. المطالب الاساسيه اللي كيرفعها اليوم الممرض المغربي هي مطالب مشروعه وكنشوفوا انها غتكون يعني 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 مدخل لاصلاح المنظومه الصحيه على راس اول اخراج هيئه وطنيه للممرضين من اجل تخليق المهنه وحمايه من الدخلاء وبالتالي حمايه صحه المواطنين من جميع من اي ممارسات يعني لا اخلاقيه. كذلك نطالب ب يعني ب يعني اخراج نصوص تطبيقيه لقانون المزاوله من اجل ضبط ممارسه المهنه وتقنينها. كذلك نطالب اليوم بإنصاف الممرض المغربي في مسألة التعويض على الخطر المهني لأن هناك تمييز صارخ ما بين مقدمي العلاجات في مقدار هذا التعويض وكذلك مقداره لا يوازي حجم الخطر اللي كيتعرض ليه الممرض باعتبار أن الممرض اليوم في يعني في دور الجائحة التي أثبت أن الممرض هو المهني الأكثر التصاقا وقربا للمريض وبالتالي هو أكثر يعني قربا من الخطر المهني وبالتالي التمييز غير مقبول ما بين يعني فئة مقدمي العلاجات في مقدار هذا التعويض. كذلك نطالب مراجعة شروط الترقي ونطالب أيضا ب يعني بإدماج خريجي المعطلي لأن هناك اليوم يعني بطلب الآلاف صفوف الخريجين الممرضين في المقابل هناك خصاص تقدر وزارة الصحة 50,000 ممرض. اليوم الممرض المغربي التعداد ديالو تقريبا 30,000 يعني يزاول في واحد الخصاص ديال 50,000 وزائد عليها ظروف الجائحة زائد على اليوم في هاد الأيام نعيشه يعني تزايد الحالات الحرجة التي تتطلب عناية خاصة ومكتفة بطبيعة الحال. كذلك 6 أشهر من يعني من غياب الرخص الإدارية هادشي كامل هاد الوضع كامل ما يمكن إلا حتى الممرض اليوم المغربي تحت ضغط رهيب زائد على سياسة التماطل وأيضا الحوارات المغشوشة اللي كتنجا وزارة الصحة اليوم هي اللي اضطرتنا نخوضوا هاد المعارك وهاد المحطة التصعيدية. صفاء يامون عضوة المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب. اليوم حركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب تنادي وتستنكر الهجوم القمعي اللي تم بفض الوقفة اللي كانت المفروض انها تنعقد يوم السبت. هذا الفض اللي كان بشكل همجي وشنيع ومهين للممرض المغربي وللمواطن وللوطن خاصة أننا بغينا نوصلوا صورة جدا 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 إيجابية للعالم ماشي بهذه الطريقة نوصلوا هذه الصورة من خلال قمع وقفة سلمية كان مبرمج لها 15 يوم قبل الوقفة. إلى جانب الاستنكار ديالنا كذلك نندد بالتعاطي السلمي للوزارة اللي هي في المطلب ديالنا وكان رسالة للفرقاء الاجتماعيين كنقولوا أن الإنصاف في التعويض عن الأخطر المهنية جاء بهذه الصيغة لأن التعويض عن الخطر خصو يكون عادي بمعنى خطر واحد يلزم تعويض واحد وبالتالي مفهوم التعويض موحد ومتساوي بين جميع الفئات هو في حد ذاته غير منصف وغير عادل وغير مقبول ولا نقبل به. هذا من جهه. من جهه ثانيه كاين مطالب عده لحركه الممرضين وتحول المغرب الى جانب الانصاف التعويض على الاخطر. علاش ركزنا على الانصاف؟ لان الجائحه بينات اننا معرضون بدرجه كبيره للخطر وبالتالي اقل تحفيز لي انك تعطيني تعويض يتناسب مع الخطر. المطالب الاخرى هي هيئه وطنيه اللي
اللي كتحمي القطاع من الدخلاء وكتحمي المهنه، هو مصنف الكفاءات اللي كيقنن المهنه وكيعطيها تنظيم داخلي، بحيث كنعرفوا ما هي حدود الممارسات ديالنا كممرضين. كاين انصاف ضحايا المرسوم، طبعا المرسوم الاخير كان خلف بزاف ديال الضحايا، حنا كنطالبوا بالانصاف ديالهم. كاين تحسين شروط الترقيم، كاين ادماج العاطلين لتقليل النقص الحاد في المواد البشريه، واللي طبعا زادت من الحده ديالو جائحه كورونا. كما كتشوفوا معنا اليوم حركه المغربيين وتقنيه الصحه كتنظم وقفه اقليميه بمدينه سيره بالتزامن مع ازيد من 26 وقفه على المستوى الوطني. هاد الوقفات هادو كيجيو في واحد الظرف جد خاص، اولها هو ظرفيه ديال الكوفيد وظروف الشغل اللي جد صعبه، نقص الموارد البشريه، نقص المعدات والمنشات، كذلك الاصابات العديده بسبب الممرضين وتقني الصحه اللي كيزيدوا على 1300 اصابه، وفيات تعد بالعشرات. وكذلك نتكلم عن حوار اجتماعي مغشوش اللي تم استبعاد الممرض فيه. الممرض المغربي يطالب بانصاف التعويض على الاخطار، وهذا هو المطلب الاول ديال الممرضين عامه. ازيد من 30000 ممرض المطلب الاول ديالهم هو الانصاف التعويض على الاخطار، ولن نقبل باي شكل من الاشكال ان وزاره الصحه يعني تقوم بتعويم او يعني بعدم مناقشه هذا الموضوع هذا. وفي هذا الاطار جات الوقفه السابقه ديالنا ديال يوم السبت، الوقفه اللي تم القمع ديالها بواحد الطريقه غير مقبوله، تم تعنيف الممرض المغربي بواحد الطريقه مهينه، مجموعه ديال الصور يعني تساروا في مواقع التواصل الاجتماعي، ومع الاسف قدموا صوره سيئه على المغرب بواحد التوقيت اللي حنا في امس الحاجه اننا نقدموا صوره ايجابيه على بلادنا. حنا ما يمكننا الا اننا نشجعوا هذاك الموقف ديال رجل السلطه اللي اهان الممرض المغربي، وما يمكننا الا اننا نجدوا الولاء ديالنا واعترافنا بالصحراء المغربيه، ويعني مطالبتنا بان التراب الوطني ان لا يمس من هو لو ضرر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.